السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم أخوكم صالح وأبلز. اليوم ماني جايب لكم جيم بلاي ولا مقطع دعس ولا شيء، جايب لكم جليتش. الجليتش عبارة عن موابين ب25 قتلة بس. طبعا عشان يعني تضبط الجليتش صح ما يضبط معك إلا في جيم ديميليشن طبعا. بس قبل ما أبدأ في الشرح، تشوفون هنا قدامكم مخربها واحد من أخوياي، وتطوع أن يكون الضحية عشان نجرب عليه المواب أو الجليتش. طبعا من شروط الجلتش ان يكون السلاح اللي معاك، الكلاس اللي معاك طبعا يكون البيرك الثاني هارد لاين، وتكون حاط سبيشالست. واذا بدل يعني مثلا الحين اخترت كلاس هارد لاين اوكي وسبيشالست، قتلت 24 يجيك المواب اوكي. لا تقتل احد بعد ال 24 هذه، ولا تخلي احد يقتلك لين ينتهي الراوند ويبدا الراوند الثاني. يعني فهمت قصدي كيف؟ يعني مثلا اقتل 24 يجيك المواب، ازبل لين ينتهي الجيم او الراوند الاول. اذا كمل الراوند الثاني معاك غير السلاح، اختار لك سلاح يعني سلاح ما في هارد لاين، من البيركات اللي فيه ما يكون في هارد لاين، ويكون اسولت يعني ما تحط سبيشالست. طبعا اذا بدا الراوند الثاني واخترت الكلاس حقك هذا اللي ما في هارد لاين وضبطت وضعك، اقتلك واحد بس بيجيك الموب الثاني على طول. يعني لا حد يتفلسف ويقول يعطونك باند وما ادري ايش. انا مسويها، شوف الحين يعني تقريبا هذه 7 مرة اسويها، فما في لا باند ولا شيء، لكن ما قد جربتها في فايند جيم. طبعا الحين بدا الراوند الثاني، انا اختصرت الجيم شوي عشان الوقت ما ابغى اطول عليكم. بدا الراوند الثاني، وهذا المواب الاول وهذا المواب الثاني، وان شاء الله ان الشرح كان واضح. طبعا الفكره هذه انا ما جبتها من راسي، شفتها في اليوتيوب وحبيت اوضحها لكم اكثر. ويعطيكم الف عافيه، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والفافوريت. كان معكم اخوكم صالح. Stand down.